وين بدنا ناكل اليوم؟ اليوم مشوارنا على كير يلي فتح جديد بقد الباترون على الروف تبع كلودو فينيكس. كير هو واين بار وريستورانت بيقدم بيض عضوي واكل كتير طيب مع فيو بانوراميك. ولحتى تعرفوا البروغرام يلي عم يعملوه كل جمعة عملوا فولو لكير. حأترك لكم الاكاونت تبعه موجود تحت. فيكن تكونوا عم تاخدوا تشيز بورد مع واين مع هيدا الفيو اللي كتير حلو. هلأ سأب أنا نهار اللي رحت كان في شوية غيوم بس يجولي ببين البحر. أو فيكن سيمبلي تطلعوا وتتعشوا الأكل كتير طيب اللي رح يقطع معنا بعد شوي بالفيديو. الأعداد بتختلف عنده بين طاولة أو هاي تشيرز مع بار بيطلع على البحر والفيو الحلو. الأكل عندهم متنوع. بلشنا بالتابناد يلي بيتقدموا مع الكراكرز. هول الكراكرز معمولين كمان بمنطقة قدة. وهيدا شامبينيون الفري اللي بقلبه في جبنة البري وكانوا كتير طيبين. وهيدا الحلومي أوريزان ما بيشبه أي جريلد حلومي دايقينه من قبل. وهيدا سلاد سبيسيال للمحل اسمه كير سلاد، عادة بتتقدم مع جبنة معزة. أما البني اللي بتتقدم مع دجاج وحامض هي كتير طيبة. وكمان الاسباكيتي روج مقدمة مع صوص أرابياتا شوي حرة. أخذنا تشيكن ساندويتش وستيك ساندويتش واثنيناتهم بتقدم معهم سايد سالاد وبيجو بخبزة الساوردو. وختمنا آخر شيء بسومو غريه، كانت كتير طيبة وجوسي. رح أترك لكم بالكابشن أسامي البلايات يلي طلبناهم بالدور. ومعقول من بعد كل هالأكل الطيب ما ندوق الدسار اللي عندن ياه؟ بيقدموا ثلاث أنواع دسار، تيراميسو الفوندان والجلاس أوفان يلي بيتقدم مع كومبوت كتير طيب. الإكسبيرينس كانت كتير حلوة وأكيد بنصح الكل يطلعوا مشوار خصوصي على قد ليجربوا كير.